برؤية دائرة الجمارك أن تكون الأردن من أفضل 20 دولة في عملية تسهيل التجارة بين الحدود مع المحافظة على أمن هذه التجارة. أتحدث اليوم عن نظام التتبع الإلكتروني المطور بدائرة الجمارك سمارت تراكينج، وهو امتداد لنظام التتبع القديم، وقد تم استثمار آخر ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة العمل الجمركي بهذا النظام. تم استثمار تكنولوجيا الداتا مايننج وأنظمة البيانات الذكية على جميع مستويات النظام الجديد لتحليل البيانات والاستفادة منها من قبل عاملين على النظام لاتخاذ القرارات الأمثل. هذا النظام احتوى على مجموعة أفكار ريادية وإبداعية ساهمت بتسهيل مهمة العاملين على النظام لتحقيق أهدافها. ومن الأنظمة الريادية المطبقة في المركز نظام التتبع الإلكتروني الذي جاء انسجاماً مع الرسالة والرؤية والأهداف لدائرة الجمارك، وقام بتسهيل حركة التجارة وإيصال البضائع إلى مقصدها دون تأخير، ناهيك عن توفير الوقت والجهد والكوادر. يقدم النظام جميع المعلومات اللازمة والتي يحتاجها الموظف في عمله، التي تساعد الموظف على اتخاذ القرار الأمثل بسهولة وبوقت أقل وجهد أقل. بالتسعينات والثمانينات كنا على النظام القديم، كنا نطلع مرافقة جمركية، ويعني في مشقة علينا، يجمعونا سياراتهم لبعد العصر بعد الساعة 4 بعد نهاية الدوام حتى تيجي السيارة وتأخذنا على مركز جمرك الأزرق، ومن الأزرق تتوزع عن السيارات. كنا نلاقي صعوبات وتعب. مشروع التتبع الإلكتروني بتنفيذه سهل عملية نقل البضائع ما بين المعابر الحدودية في الأردن، لدرجة أنه أصبح الوقت التي تحتاج الشحنة من منطقة التخليص الجمركي لنقلها إلى معبر حدودي آخر تأخذ 50% من الوقت. طبعا سهل علينا وسارع، كنا نقعد أيام وليالي، الآن في ساعات بنوصل لوجهتنا فراحة. مجرد دقائق انهاء الاجراءات مركز جمرك العمري، والسائق بياخذ اوراقه كامله بايده وبيطلع مباشره للمركز اللي رايح، جمرك عمان او جمرك سحاب او جمرك منفذ الكرامه، من دون اي تعقيدات، شرط انه يلتزم بالمسار اللي محدد له. يعني ارتحنا ما شاء الله بشكل كبير. ولذلك بنلاحظ الان اصبح عمليه تسهيل وتسريع، مع التسهيل والتسريع لا نقفل الناحية الأمنية، ولذلك التتبع الإلكتروني يضمن أن البضاعة التي خرجت من المركز الجمركي هي نفس البضاعة التي وصلت إلى المركز الجمركي الآخر. التتبع الإلكتروني كمان بيضمن لي كفالتي يعني كصاحب شركة تخليص، يعني بسهل عملية وصول البضاعة للمراكز الأخرى بدون أي معيقات، وبتسدد كفالتي بالوقت الأسرع. نشعر في الأمان، لأنه في أي إشي أي أعطال بيجوا بيتابعونا وبيكونوا عندنا بخلال وقت قصير، وبيقدموا لنا جميع التسهيلات وأي إشي نحتاجه. من خلال استخدام نظام GPRS بحيث لا نحتاج إلى مرافقين مع الشاحنات، كل شاحنة تسير لوحدها لا تحتاج أن تسير الشاحنات مع بعضها، فهذا العبء خفف على المستوردين، خفف على الشركات الناقلة، خفف على الجهد على دائرة الجمارك، وحقق الغايات المطلوبة من العملية. فقد تم تطوير منظومة جديدة في النظام التتبع الجديد، وهي لأول مرة يتم تداولها على مستوى الأنظمة على الإطلاق، أطلقنا عليه اسم أنسنة النظام، وتهتم بإرسال رسائل تنبيهية لسائقي الشحن بحال اقترافهم لأي مخالفة جمركية يرصدها النظام للرجوع عن هذه المخالفة. هذا النظام الرائع والمتطور على المستوى العالمي.